مرحلة الاحتضار، فإن المرأة قبل وفاته يحتضر، وهذا الاحتضار ملحق بالموت من حيث التصرفات، فلا يصح من المحتضر أي تصرف، فلا يصح من المحتضر تصرف مطلقا، لأن تصرفات المحتضر في حكم الميت، فلذلك يحكمون أنه لا تصح تصرفاته إلا في الثلث وما يتعلق بذلك. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أحكاما تتعلق بالمحتضر من تصرفاته، وليس هذا محل بيانها، وإنما يهمنا قبل ذلك أن نتكلم أن هذه المرحلة وهي مرحلة الاحتضار قد تطول وقد تقصر، وليس طولها دليل على صلاح في المرء ولا على ضد ذلك، كما أن قصر فترة الاحتضار ليست دليلا على صلاح المرء ولا على ضد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا فصبر كان وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. المؤمن إن ابتلي وجاءه المرض وزاد عليه وطال احتضاره كان أجره عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي سعيد لما وعك وعكا شديدا وقال: أني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فالمرء إذا مرض في احتضاره وزاد احتضاره وطال يؤجر عليه إن كان مؤمنا، وإن قصر احتضاره وكان موته فجأة فإن هذا أيضا رحمة من الله عز وجل له. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما موقوفا أنهما قال وروي مرفوعا وله حكم الرفع أنهما قال: إن موت الفجأة رحمة بالمؤمن وأخذة أسف أو آسف على الفاجر. وذلك أن المؤمن متق لله عز وجل تائب له سبحانه وتعالى، قد رد المظالم التي عنده وأدى الحقوق التي عليه، فإذا جاءه موت الفجأة من غير احتضار طويل كان ذلك رحمة من الله عز وجل له ورأفة به. وأما الفاجر والكافر فإن موت الفجأة أخذ أسف أي غضب، أو آسف وهو الغاضب، فلا يمكنه أن يتدارك أمره بتوبة ولا يرد مظالم إلى أهلها، مما يدلنا على أن حال المؤمن في الصفتين واحد، والمؤمن لا يحكم بحسن خاتمته بطول احتضار ولا بقصره، وإنما مرد ذلك إلى الله عز وجل.